النهارده يا جماعه هاخدكم في يوم كامل لطالب جامعي ونشوف يعني يومه بقى كيف بيقضى او اللي هو بيقضي يومه ازاي يعني. وبالمناسبه ده اول فلوج اعمله في حياتي، فانا اكيد عارف ان هو مش بروفيشنال كفايه، ولكن ده اول فلوج فمعلش يعني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يوم البني ادم الطبيعي بيبتدي ان هو بيصحى الساعه 8 الصبح ولا حاجه ورايح المحاضره او الجامعه او المدرسه بتاعته، بس احنا النهارده طالب جامعي فيعني هنشوف بقى ايه اللي هيحصل على مدار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نزلت من البيت ومتجه الى الجامعه، تمام. دور يا ابن العربيه، اتكل على الله. مفيش مكان احط البتاع، هي هتبقى مايله كده، انت في المونتاج اتصرف بقى. اعمل كل حاجه بنفسي ولا ايه؟ طيب يا جماعه احنا اول محاضره الساعه 9، حلو الكلام. انا دلوقتي الساعه 9:30، يعني ما اعرفش هبان في الكاميرا ولا لا، والطريق بياخد له نص ساعه يعني، يا دوب نلحق. اه يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى مهارات قياده، مش احد طبعا. احنا لو انت يعني لغايه دلوقتي لسه ما وحدتش الله، يا ريت واحد الله، عشان بس الواحد هنطلع على طريق سريع دلوقتي. واحد الله واحد الله، يعني انت لو بتشوف الفيديو ده يبقى انا عشت الحمد لله يعني. اما لو انت خلاص يعني لو مش بتشوفه خلاص يبقى ترحم عليا ولا حاجه. طبعا الطريق مكتوب 80، فاحنا هنحط واحد قبل ال 8 عشان بس ننجز عشان نلحق المحاضره. طبعا يا جماعه هنا كنت برمح على الطريق يعني محاوله ان انا اكتب حضور في المحاضره لما الدكتوره تشتمني. اه يعني واحد ابتدى يفقد السيطره على الدريكسيون، بس عادي يعني هنعيش باذن الله. معلش بقى عشان نكتب حضور في المحاضره بقى، يعني مش كده. احنا 200 دلوقتي، احنا كان مكتوب 80 باين، بس احنا ايه. هو حلو قوي ان انا عارف امسك الموبايل وانا يعني كده. رادار ده ولا ايه؟ اه ده هو رادار. اه احنا اتلقطنا واحده يا جماعه، انا في بوليس بيجري ورايا، انا خدت غرزه من جنبهم من غير ما اقصد. بصهم في المرايه بسرعه، اهو شايفينهم؟ يا رب المونتاج يعرف يجيبهم. يعني انا بحاول افلت بينهم، بس ايه لو جم يلا الفتحه على روحي بقى. هم عمالين يدوروا، قعدوا يكلكسوا يضربوا لي اللي هو النور وبتاع، فاحنا هنجري بقى باذن الله عشان بس ايه خلاص ياخدوا الارقام بقى. احنا كده كده هي عربيه خالي، فاحنا انا في السليم يعني. دلوقتي داخلين على الكارته، جم ورايا ان شاء الله. مش هو ده، بس دي كارته، انا هجري ازاي يعني؟ السلام عليكم، كام دلوقتي؟ انا الراجل طلب مني الرسوم، تمام. كل يوم بنترفع كطلاب في الرسوم دي رايح جاي يعني، تمام. السلام عليكم، شايف السيوله؟ اه يوتيوب بقى وكده. خد يا عم المرسيدس، خد خد. ما احنا انت برضو ولا انت مكمل ولا ايه؟ لا معلش تعالى بقى، اهو اهو بنجرب معاك. هل ستفعلها الاي 90 وتتقدم؟ ستتقدم؟ سنتقلب ولا ايه؟ لا سنتقدم ان شاء الله. لا خلاص انا تقدمت بقى. لا هو انا تقدمت اهو في المرايه اهو. اه عشان كل واحد يعرف تمام مطب ده ولا ايه؟ انا حارس. هي لقد وصلنا الجامعه. ادي الجامعه، استنى يا عم التريل لوعه اهي. وصلنا يا جماعه، قلنا ركنا بقى. شوف مستنياني تقول لي اركن مولتكس. اتفضل يا حبيبي، يلا بينا. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. داخلين الجامعه زريبه، تمام. الراجل ما سالنيش على اي حاجه طبعا عشان معروف يعني معانا. اه بس لطيفه جامعتنا، مناظر طبيعيه وبتاع، قال يعني ده هيفك عنا الاسترس وكده المذاكره بقى وكده، فاهم. انا داخل القاعه دلوقتي، مش هينفع اصور انا داخل يعني، فهنعمل سكيب الحته. انا اتطردت يا جماعه، اتطردت، طلعت مش مجموعتي انا بي، ودول ايه بقى ايه ده. المهم يا جماعه انا اتطردت من القاعه اللي فاتت دي عشان ايه، طلعوا هما جروب ايه وانا جروب بي، وما ياخدوا الماني اصلا. الدكتوره بتقول لي تجروب اخ مش عارف ايه اخ ده، فانا استنتجت ان هي ايه. احنا بندور بقى. ايوه اهي دخلت المحاضره اخيرا. هي دي عدوي اللدود. طب يا جماعه احنا دلوقتي الساعه 11:05، اول محاضره خلصت. المحاضره الثانيه بتبتدي دلوقتي. اول المحاضره دي كانت 3 ساعات، حلو الكلام. انا حضرت لي منها بتاع نص ساعه وخلاص، كفايه بقى انا مروح عشان تعبت. ما هو مش معقول برضو يعني، احنا بني ادمين يعني مش روبوت انا يعني، فهمني معايا عزيز مشاهد. يلا هنروح بقى، هنروح نحلق. يلا نروح نحلق. واخيرا بعد يوم مرهق شديد جدا، نص ساعه بحالها في المحاضره، رمحت تاني على الطريق عشان برضو ايه يعني نحاول نلحق. ايوه ورفعوني برضو في كمان فيز رايحه جايه بقى يعني، فما واخد بالك معايا. انا هنا كنت بحاول انصب عليها، كنت بحاول اعدي بنفس الورقه اللي انا دفعت بيها من شويه، بس برضو ايه ما رضيتش، قالت لي لا هات فلوس تاني، فربنا المنتقم بقى. بصوا يا جماعه ضحكه الخساره بتاعتي، شوف شوف عيد يا مونتاج كده. ابص فهمت ان انا بحاول اخلع يعني. الواحد مش عارف ينصب على اي حد كده، مش ممكن يعني. هنموت ده ولا ايه؟ لا لسه شويه كده ان شاء الله. اه يعني لسه الحمد لله الاجل ما جاش. اخيرا وصلنا الحلاق.
ايه يا جماعه العربيات اللي راكنه بره دي؟ دلوقتي يا جماعه الساعه 12 الا ربع وانا حاليا في انتظار الحلاق يعني. انا الاخ الكريم كان بيغسل لي شعري تمام عشان قبل ما يحلق وكده يعني، وكنت بقول له ان انا بصور بقى فلو عنده مشكله ولا كده. هو زي ما هو زيرو قلت له يلا يا عمرو يا حلاق عايزين نظبط الجنبين ونرفع استشوار ندرج الحاجتين. هنا يا جماعه الراجل كان بيحاول يفتق دماغي بالسشوار تقريبا، بس يعني عشت الحمد لله. طب يا شباب حاليا هنطلع على الجيم. حلو الكلام كده، احنا خلصنا جمع حلاقه ما ناقصش غير الجيم ونكمل بقيه اليوم عادي. المهم الحلاقه حلوه بجد ولا ايه؟ لا معلش بقى عشان احنا انا ده حلو لا شغال. بص نلعب في الاضاءه كده. ايوه ايه رايكم كده؟ ها بنت مبانتش برضه، هي حلوه ان شاء الله. يلا بينا على الجيم يا جماعه. توجهت الى الجيم عزيزي المشاهد، وكان يوم كتف لطيف، تمرين كتف خلفي. سيبك بس من الوزن، احنا بنشرح الفورم. ما تركزش مع الوزن خالص. كتف جانبي، شوف يا ابني الفورم، يا ابني شوف الفورم وجمال الفورم الله يكرمك. ما حدش بقى يركز مع الوزن، داري الوزن ده في المونتاج. ايوه يا بولتكس، ايوه اتفرج يا ابني على الكرش والجمال. اخيرا يا جماعه لسه مخلص جيم دلوقتي، هروح اكل بسرعه عشان نلحق ايه العضلات اللي اتفتقت دي. مساء الخير، بينا على المنزل بقى عشان الواحد بيتدهور جوعا. تكييف سخن ولا ايه؟ يلا بينا على المنزل يا ابني، ادينا واحده غرزه يمين غرزه شمال هنموت ولا ايه؟ يا عيني يا عيني. بص يا ابني الغرزه، غرزه شمال غرزه كمان واحده شمال. كل ده على 100 ومش عارف كام، يعني نركز مع بعض عايزين مشاهد. اتفرج اهو اهو 200 اهو. انا روش قوي يا ماما. دلوقتي يا جماعه انا روحت كلت وخدت شاور عشان نطلع على الشيخ زايد عشان هنزور البعشور الصغير، عشان بقى هنصور شويه فيديوهات حلوه كده وبتاع. فسبسكرايب برده لو انت لسه مش سبسكرايبر عشان الفيديوهات اللي هتنزل دي في الفتره الجايه ان شاء الله. يلا بينا بقى. لو انت عايزين مشاهد انت من بدايه الفيديو كده قاعد وبتتفرج وبتاع، وحد الله النهارده ولا مفيش ولا ايه؟ واحد بس الله، لان انت صليت على النبي طيب؟ ولا لايك ولا اي حاجه يعني في كده في الدنيا؟ بس يا عم مش لازم لايك، واحد بس الله وصلي على النبي وبتاع. طبعا يا جماعه احنا كان ميعادنا الساعه 3 عند بشر 3 العصر، احنا دلوقتي يا دوب الساعه 4:30، يعني ما فاتش كتير يعني، وهي ما فيش مسافه 50 كيلو بيني وبينه، حاجات بسيطه يعني. لسه عبده كان هيشتمني في التليفون تقريبا. بص المنظر اللي احنا باشا باشا شاكرين يا عم بشر. وانا ممكن افهم ايه هي الزحمه دي؟ يعني ايه اللي احنا فيه ده؟ يعني كل دول رايحين لبشر معايا يعني ولا ايه؟ ودول راجعين بقى صح؟ يبقى هو كان مستضيف دول دلوقتي، صح كده؟ هو يا جماعه بشر ساكن في المقابر ولا ايه؟ ايه ده؟ طب يا اخوانا انا اخيرا وصلت، هنطلع بقى، بقالي ساعه بلفلف. هو ده يا جماعه اللي فشخني من اول الصبح اهو. معقول؟ هو ده. مش مواعيد نينجا خالص. لا انا سفر يعني المشوار بتاعك ده، انا كان ممكن ازود ربع ساعه وابقى في اسكندريه دلوقتي. انت ايه اللي حاطك اخر الدنيا كده؟ ما تيجي التجمع. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الجمال. اتاخرت عليك؟ لا ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. مين يا عم اطلع؟ وصلت. ايه بقى بقول تاكس؟ ايه بقى انا بحبك قوي. انت بس عبدو استعمل بدون اي حياديه، رايك في بشر من ناحيه اكرام الضيف؟ راجل محترم. الراجل مش هيشوف الفيديو. راجل محترم. بقول لك مش هيشوف الفيديو. راجل 100 يعني صلايته على دماغنا. يا سلام. ابيض انت ايه الكلام؟ عمل معاك ايه؟ لا والله قول كل حاجه مش هوريها. احنا قعدنا على الكرسي يعني فاهم، وقعدنا كويس وقدم لنا ريد بول حلوين كمان. قعدك على الكرسي؟ والله. اهو صاحب الشان يا جماعه، ده اللي بنتكلم بننم عليه. بص يا فنان، يا لهوي يا لهوي، فين انا مين؟ بص الجمال، يا نهار اسود، شايف؟ تخلف يا اسطى، تخلف. حاليا يا جماعه احنا خلصنا تصوير، قعدنا صورنا شويه فيديوهات حلوه ترقبوها في المستقبل ان شاء الله، ولكن حاليا احنا بندور على اكل بقى، يعني عايزين ناكل حاجه قبل ما نمشي من الشيخ زايد، عايزين نجرب حاجه. حلو الكلام. فاحنا بنبحث عن مطعم الساعه 11 بالليل. الساعه 11 واتاخرت الحقيقه، والمشوار ساعتين من هنا للتجمع. مدرسه بكره ده. وحشه جدا يعني يا جماعه. طب يا جماعه حاليا الاكل وصل، طلبنا الاكل وجه. عبده خلاص برجر بيستغيث بين ايديه. اوكي ده الاكل اللي احنا طالبينه. ف تمام الحمد لله يا جماعه، لقد انتفخنا بنجاح. شويه حاجات حلوه والله، كان في بيبسي لسه ما جاش المره اللي فاتت وصوصات وبتاع. ملحوظه بس يا جماعه، الفيديو ده كان متصور قبل موضوع القضيه الفلسطينيه خالص، يعني من حبه حلوين قوي من سكه شهر كده، فيعني ما كناش لسه قطعنا المنتجات بشكل يعني كامل. حاليا مقضيينها سينا كولا طبعا، احنا عارفين يعني. لو انت لسه ما قطعتش اقطع مع ماك وكي اف سي، انا بقول لك اهو. رايك في الاكل عبد؟ جميل، شكرا على
الكلمة الحلوة. إنه جيد ويؤكل بالفم. إنه جيد ولذيذ. حالنا يا جماعة خلصنا اليوم الحمد لله. هرجع دلوقتي التجمع على يعني إحنا دلوقتي الساعة حوالي 12 ونص واحدة بالليل. لسه في 50 كيلو فسكت ساعة ساعة ونص. 66 كيلو سكت ساعة ساعة ونص. حلو كلام. فالراجل ده جاي معايا التجمع برضو. فاحنا رب. إيه ده يا أخوي. ثانية بس. لا يا عم ما صورش حاجات الناس. ايه هفتح حاجات الناس. اللهم بارك. دي ام 4 ولا ايه ده؟ دي ام كام دي؟ اما بيك فان يا جماعه. انا لقيت بورش تمام في نفس المول. احنا في اركان مول ده في الشيخ زايد. هي بورش معاقه شويه بصراحه، مش 911 او حاجه نظيفه يعني، بس بورش الناس مش فاهمه والله. بص كده هي من قدام مقبوله، من ورا خلاص كده. انا برضو يا جماعه وانا ماشي لقيت دي ادي بورش تحترم بقى تمام. دي حاجه كوبيه يعني، معلش ناخد لنا لفه كده بقى ثانيه واحده. سيبك من شويه المرسيدس المرميين. في دي بورش حمدي عشان مش عارفها دلوقتي، بس هي شكلها حلو يعني. دلوقتي يا جماعه الساعه 1:30 وانا يعني كده فاهم بلمس كده مع التجمع يعني، انما لسه بدري فاهمني. عايزين مشاهد واحد الله بقى عشان الطريق، والواحد ماشي على مش عارف 100 وكام عشان ينجز، لان زهقت عزيزي المشاهد. ويعني ايه وانت مش عايز واحد الله؟ انا مش فاهم فيه بصراحه. واحد الله يلا عبال ما انا كنت اتقلبت بالعربي. يلا عزيزي واحد الله زي ما الراجل قال لك، عبال ما يكون اتقلب بالعربيه. الراجل نيته خير يعني، وادي شويه غرز وبتاع وبنرسكت. اخيرا وصلنا. مش مصدق بجد مش مصدق. احنا قد نجونا. اخيرا يا جماعه وصلنا الحمد لله. ده كان فلوج النهارده يعني، ده كان اول مره اعمل فلوج في حياتي تقريبا. فلو عجبكم الموضوع ما تنساش لايك سبسكرايب لو انت جديد. قناه الفيديوهات اللي صارت هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.